فالفروض كما قال أهل العلم نوعان، فروض عينية وفروض كفائية. الفروض العينية هي الأمر الذي يجب على كل مسلم يقوم به، كالصلاة والصيام والحج والعبادات الخاصة التي بينك وبين الله، هذه فروض عينية تجب عليك لشخصك، لا تسقط عنك إلى غيرك. أما فروض الكفايات فهذه ممكن يقوم بها غيرك، كما لكن لابد أن تقام، مثل الأذان مثلا، ليس كل الناس يؤذنون، يؤذن واحد لكن لابد أن يقام الأذان، لو ترك الجميع الأذان لأثم كل من علم وقدر وكان من أهل الأذان فإنه يأثم لذلك. فالقصد إذن أن الفروض الكفائية يكفي بها أحدهم، من صلاة الجنازة، لو صلى واحد على الجنازة رفع الحرج عن جميع المسلمين، لكن إذا الجميع ترك الصلاة على الجنازة يأثم كل من علم وقدر على صلاته على الجنازة. يقول الله تبارك وتعالى عن فروض الكفايات: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن لم يأمر الجميع وإنما طائفة، أنت لنا فرض كفاية. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. منكم أمة أي من بعضكم أمة، وليس كلكم مأمورون بذلك. فالله تبارك وتعالى إذن أمر بالبر والتقوى والتعاون عليهما، فالمسلمون لابد أن يكون قصدهم واحد وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم، وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ومراعاة الوقت والحال.